أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات. حلقة جديدة من حلقاتنا على قناة المشاهد، ولكن مؤسف جدا أن تتوالى الأخبار السيئة بشكل كبير وفي يوم واحد، أخبار تتعلق بالاغتصاب والاعتداء والنصب. والسؤال، ما الذي يقع بالضبط؟ الخبر الأول هو خبر مفجع لشابة تنحدر من منطقة الهرويين وتنتمي لعائلة فقيرة تعيش مع جدتها، يتم اغتصابها والاعتداء عليها وتعنيفها والتناوب جنسيا عليها من طرف 20 شخصا، بالدرجة تناوبوا عليها 20 واحد، تناوبوا عليها 20 واحد. وهذا يذكرنا بخبر أو بإشاعة سابقة، حمارة ديال سيدي قاسم التي تم التناوب عليها من طرف 14 ديال الأطفال ولا الشباب اليافعين. هذه الشابة تم خطفها للمرة الأولى لمدة 20 يوما، وتم خطفها للمرة الثانية وفض بكارتها. جدتها المريضة تحكي بمرارة عن وحشية المغتصبين في براكة وعملية التناوب من هذا الهذا، لكن الأسباب، وش الأسباب الحقيقية؟ تكمن في الفقر والبطالة ويعني النضج الثقافي والمعرفي والكبت وعدم احترام القانون، وأركز على احترام القانون، بمعنى يلتقي البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد النفسي، وتتوالى ولا تتعدد قاطرة الضحايا. فتاة الوشم ببني ملال والتي أصبحت موضوع الصحف العالمية، فتاة الحافلة بكازا، فتاة الرحامنة، واللائحة طويلة جدا. نحن أمام مناظر مؤسفة حقا، تزعج القلب والنفس والبدن، وعلينا جميعا أن نحترم القانون بشكل كبير جدا. الخبر الثاني أيها السادة والسيدات يتعلق، ويعني نفس الأخبار تتوالى، بمغنية الراب الجميلة بسيكو كوين، يعني إنسانة كتغني داخل السوق راسها تبدع في مجالها، كانت في زيارة رفقة صديقها لدوار عين روز نواحي السخيرات، تعرضت لاعتداء من طرف شخصين وتلقت وابلا من الكدمات والتعنيف والسب والشتم اللفظي والجسدي، يعني والجروح والدمايات اللي كنشوفوها في الفيديو ديالها، انه ما تقدرش قاعد تحط الفيديو ديالها. ومقاومتها الباسلة والشجاعة للانتفاض في وجه هؤلاء المعتدين والمغتصبين، رغم حالتها حاولت الاستنجاد بمعجبيها في صفحتها على الفيسبوك وهي في حالة نفسية صعبة. يعني في يوم واحد كطرى هذا العجب هذا. بالفعل تم إلقاء القبض على المعتدين وتمت إحالتهم إلى الشرطة القضائية، ولكن هذه الحالات، حالات الاعتداء والاغتصاب، لن تتوقف ويعني تتوالد بشكل كبير جدا، كما حدث
السيدة التي تم اغتصابها بالرباط يعني بشكل همجي، وهذا يعني أقل ما يقال عن هذه الاعتداءات وهذه الاغتصابات أنه عنف مجتمعي عميق جدا. نتأسف على هذه المناظر المقرفة ويجب التحدث عنها ومعرفة أسبابها، يعني في حوارات مفتوحة حتى يكون لكل ذي حق حقه، وحتى لا يعلو أي شخص أمام القانون، وعلينا جميعا أن نحترم القانون ونربي أبناءنا وأجيالنا وكل المغاربة على احترام القانون. الخبر الثالث أن تركيا استغل 600 مرأة 600 شابة مغربية ونصب عليهم، كل واحدة لها مبلغ ديال 5 مليون، بغية أشنا هو الغرض؟ بغية تزويجهم من رجال أعمال بتركيا. الخط وقلب على واحد لبس عليه وتزوجه بتركيا، يعني مسألة ديال فيها الغفل وفيها السذاجة وفيها قلة الحيلة. أن تمنح شخصا 5 ملايين باش يديباني لك على إنسان تركي لباس عليه، ما ديبانيتيش عليه هنا في المغرب، ما عاد ديباني عليه في تركيا. أغلبية هذه يعني شابات قاصرات، والشخص التركي هو تشين شيك، أوهم هؤلاء الشابات هذه الشابات بطرق ذكية ولا طريقة ذكية لتخليصهم من الفقر والحاجة والنزوع بهم نحو عوالم الثراء. هذه الأحداث قدمها هذا الشخص في برنامج بقناة تركيا، يعني لكشف الكثير من الملابسات حول درجة الاستغفال وكيف يتم استغلال المغربيات بطريقة بشعة، مرة في الفريزة، مرة في البحر الأبيض المتوسط، مرة يعني داخل المغرب، ومرة يعني بتركيا، ومرة بدول الخليج العربي. يعني خلاصة القول أن المرأة المغربية تتعرض لمزيد من الاعتداء والتعنيف والنصب، ولا تستفيد من هذه التجارب والنصائح التي يقدمها الناس على اليوتيوب وتقدمها العديد من المغربيات عن تجاربهم المرة والحزينة داخل المغرب وخارج المغرب، وعلينا أن نستخلص الدروس. خلاصة القول يعني مشاهد اجتماعي وصافي قلناه وانتهى الكلام، أن هذا التناوب الجنسي يشبه إلى حد كبير التناوب السياسي في المغرب، والذي انطلق منذ 1996 وأفضى من نتائجه الكبرى، أو أقول من نتائجه الكبرى هذا التناوب السياسي أنه يعني تم القضاء على الطبقة المتوسطة وزيادة عدد الكادحين والفقراء والمتسولين وتزايد 36 حزب، ناس عندهم يجي أحزاب 3 ديال الأحزاب ودايرين الفائدة ودايرين الطايلة. احنا في كل 6 شهور كيتولد ولا كل عام كيتولد حزب، ونحن على مقربة من الانتخابات ديال 2021 راه غادي تولدوا ثاني شي جوج ديال الأحزاب راهم في الطريق، بمعنى أن هذا التناوب السياسي ماشي في المغرب حتى في العالم العربي، وخا المغرب العربي كاين شي دول كاع ما وصلتش لدرجة ديال التناوب، يحتاج إلى الوعي به أولا. أشنا هو هاد التناوب السياسي؟ خص المواطن يعرف أشنا هو هاد التناوب السياسي وحدوده وإمكانياته وأفقه والبرامج التي يحملها. هذه أولا. ثانيا
أهميته أش غادي يعطينا. ويجب أن ينبني على ديمقراطية حقيقية والإنصات إلى نبض الشعوب والتركيز على كل الجهود التي تفضي إلى تنمية بشرية حقيقية. خصنا تنمية بشرية حقيقية، يعني ثورة ثقافية كيف ما دارها ماو تسي تونغ في الصين. خصنا حنا تكون عندنا ثورة ثقافية في المغرب وفي العالم العربي وإعطاؤها الأولوية الكبرى، باش ما يبقاش نشوفوا هاد المناظر ديال الاغتصاب وديال النصب وديال ديال ديال الاعتداء وديال الجنس والتناوب الجنسي. مع هذا هادشي مع هذا غادي يبقى هاد التناوب السياسي محصورا ويشبه الى حد كبير التناوب الجنسي، وهما بطبيعة الحال وجهان لعملة واحدة هي الاستغلال المفرط للمواطن سواء كان ذكرا او سواء كان انثى. الى هنا ايها السادة والسيدات ننهي هذه الحلقة، والى لقاء متجدد. كان معكم عبد الله الساورة، وكل المحبة والتقدير. لا تنسوا دعمنا في هذه القناة، كل الشكر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.